السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بانوراما الصحافة. نتابع وإياكم أبرز المستجدات المحلية والدولية أيضا. البداية دائما مع الشأن المحلي، حيث نقرأ في صحيفة المرصد: مسلحون يقتحمون مقر المؤسسة الوطنية للنفط داخل العاصمة طرابلس. تحت هذا العنوان إليكم بالتفاصيل، حيث أكد مصدر أمني في العاصمة طرابلس اقتحام عدد من المسلحين اليوم الاثنين مقر المؤسسة الوطنية للنفط الواقع في منطقة الظهرة وسط العاصمة، وذلك بعد اشتباكهم مع الحراس في مداخل المقر. أوضح المصدر لصحيفة المرصد بأن المسلحين دخلوا المقر واستمروا في إطلاق النار، مبينا بأن قوات الأمن طوقت المكان وتحاول إجلاء أكبر عدد من موظفي المؤسسة، بينما لم يؤكد المصدر ما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا أم لا. نبقى في ذات الصحيفة أي المرصد، حيث عنونت هذه المرة: داخلية الوفاق، هذا عدد المسلحين الذين هاجموا مؤسسة النفط ولا معلومات عن مصير مصطفى صنع الله. هنا أكد وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور بأن قوات داخلية تحاصر مقر المؤسسة الوطنية للنفط من كافة الجهات. وبين عاشور بأن المهاجمين هم 5 إلى 6 أشخاص من ذوي البشرة السمراء، استخدموا في الهجوم الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية. كما كشف العميد عاشور احتجاز عدد من الرهائن من قبل المهاجمين، موضحا بأن قواتهم لم تقتحم المبنى حرصا على أرواح الرهائن. وبخصوص مصير رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، أكد عاشور بأنهم لا علم لهم ما إذا كان صنع الله داخل أو خارج المقر. المتوسط عنونت هي الأخرى: خروج مصطفى صنع الله من الوطنية للنفط عقب الهجوم الذي استهدف المؤسسة. تحت هذا العنوان إليكم بالتفاصيل، حيث خرج مصطفى صنع الله وهو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من مقر المؤسسة قبل قليل عقب اقتحام قوة الردع الخاصة لمقر المؤسسة الوطنية. قال الناطق باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، قال: إننا ما زلنا نحاصر مقر المؤسسة الوطنية وتوقفت الاشتباكات في محيطه، مضيفا بأن قواته قد دخلت مع قوات أمنية أخرى داخل مقر المؤسسة ولا وجود لأي مسلحين حتى الآن. هذا وكان 6 مسلحون من ذوي البشرة السمراء قد نفذوا صباح اليوم هجوما على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما قامت هيئة السلامة الوطنية بإخلاء بعض الموظفين العالقين في المؤسسة بواسطة رافعات الإطفاء بعد نشوب حريق في الطوابق العليا من المبنى. في ليبيا الخبر في موضوع آخر، حيث عنونت البعثة الأممية: الاتفاق على التحقق من وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس وانسحاب التشكيلات المسلحة. تحت هذا العنوان أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن اتفاق الأطراف المتنازعة بالعاصمة على تجميد حركة قواتها واستحداث آلية مراقبة جديدة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار بالعاصمة برعاية رئيس البعثة والممثل الخاص إلى ليبيا غسان سلامة. أكدت البعثة الأممية أن الأطراف اتفقت أيضا على وضع خطط لانسحاب التشكيلات المسلحة من المواقع السيادية والمنشآت الحيوية بطرابلس وإحلال قوات نظامية. ووفق البعثة فقد افتتح سلامة الاجتماع الذي انعقد في الزاوية حول وقف إطلاق النار بطرابلس بحضور الأمم المتحدة وممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة المتواجدة داخل العاصمة وما حولها لمناقشة الوضع الأمني داخل طرابلس. قال سلامة خلال هذا الاجتماع: نحن أمام مفترق طرق، علينا أن نقوم بتصحيح الأوضاع من خلال التفاهم فيما بيننا، وذلك بدل التعارك وسفك الدماء وتدمير العاصمة، مطالبا بمنح العسكريين وقتا للتفاهم على كيفية فض النزاع والفصل ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار. نتابع في صحيفة الرائد: عمران معرقلو الدستور لهم مطامع ومصالح شخصية.
هنا قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن المعرقلين لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء من قبل الشعب لهم مطامع ومصالح شخصية، لافتة إلى أن المعترضين على الدستور عليهم أن يبينوا للشعب عيوبه ثم يتركوا لهم حق قبوله أو رفضه. نقرأ في صحيفة الأيام: السلامة الوطنية تنقذ الموظفين العالقين فوق سطح مبنى الوطنية للنفط. إلى بوابة إفريقيا نطالع هناك: اندلاع النيران بمؤسسة النفط جراء الهجوم المسلح. إلى عين ليبيا حيث نتابع: أصابع الاتهام تشير إلى داعش وهوية منفذي الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط غير معروفة حتى هذه اللحظة. إلى بوابة الوسط حيث عنونت: بعد أسبوع من وقوع الحادث المنطقة العسكرية الوسطى تتهم مجموعة مسلحة بخطف أميرها واحتجازه لمدة ساعات. نشرت صحيفة العربي الجديد مقالة للكاتب أسامة علي يحمل العنوان التالي: اشتباكات طرابلس تفاقم معاناة السكان. جاء في هذا المقال: توتر واحتقان شديد يعيشه سكان العاصمة منذ أسبوعين بسبب المواجهات المسلحة، وذلك بالرغم من توقف القتال منذ عدة أيام، إلا أن مظاهر الحياة لم تعد إلى طبيعتها، فلا ماء ولا كهرباء في العاصمة فضلا عن نقص المواد الأساسية. الناطقة باسم لجنة الأزمة والطوارئ التي شكلها المجلس الرئاسي هند شبار قالت: إن عمل اللجنة مستمر لإعادة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس، إلا أن الملموس على أرض الواقع ينبئ بأن عودة الخدمات بعيدة المنال. قال شاهد عيان من منطقة خلة الفرجان: إن المنطقة وما جاورها من مناطق تشهد حالة انعدام للحياة، مؤكدا أن بعض الأسر النازحة عادت لمنازلها لكنها ما لبثت أن غادرتها مجددا بسبب انقطاع الكهرباء والمياه فضلا عن التوتر الحاصل بالأوضاع الأمنية. من جانب آخر شهدت العاصمة طرابلس وكامل المنطقة الغربية والجنوبية انهيارا تاما في شبكة الكهرباء منذ الأربعاء الماضي ولمدة يومين اثنين متواصلين قبل أن يعود التيار جزئيا إلى بعض الأحياء ولساعات محدودة فقط. في هذا الشأن أكدت شبار أن ما قيمته 4000 واط وفرتها شركة الكهرباء حتى الآن، مشيرة إلى أن بعض المناطق المجاورة للعاصمة رفضت تنفيذ برنامج طرح الأحمال. وبالتوازي لحقت بشبكات مشروع النهر الصناعي أضرار كبيرة جدا جراء المواجهات العسكرية ما أدى إلى انقطاع المياه كليا عن العاصمة. قالت شبار في هذا الشأن إنه عند التجهيز سيبدأ ضخ المياه عبر الخطوط الرئيسة لتصل إلى طرابلس دون أن تحدد موعدا محددا لذلك. يأتي كل ما سبق ذكره في ظل الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود والمخابز أيضا التي أصبحت مشهدا عاديا في الآونة الأخيرة لتزيد من معاناة المواطن. أما الآن مشاهدينا نتابع أبرز ما جاء في عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فقرة المنصات. هنا عبر منصة فيسبوك هنا الكاتب والمدون السيد عبد الرزاق الداهش يقول: شكرا، بدل أن نلعن الظلام علينا أن نشكر العاملين في الشركة العامة للكهرباء الذين لم يعرفوا لا ليل ولا نهار لكي لا نكون في الظلام. في فيسبوك أيضا هنا السيد رجب الزمزام يقول: احذروا ثلاثا ولا تتبعوا أهواءهم، سياسي همه الكرسي ولو على جماجم الأبرياء، متشيخ ضال يستخدم الدين لتحقيق مصلحته ومصالح جماعته، يوزع صكوك الغفران والشهادة والجنة على المساكين ويرسلهم إلى الموت ويرسل أبنائه ليكونوا مرفهين في حضن الدول الغربية. في ذات التدوين هنا يضيف رجب الزمزام قائلا: وميليشياوي هو ثالث يحدثكم عن الدولة والوطن ويدفعكم للقتال والدم والموت وبتر أعضائكم، وهو يسرق أموالكم واعتمادات المصرف المركزي، احذروهم فهم شياطين ليبيا. في ذات الموقع أي فيسبوك هنا السيد حسين بن عطية وهو رئيس للمجلس البلدي تاجوراء يقول باختصار: الحاكم الفعلي لليبيا يعطيه بين قوسين سلامة. في فيسبوك أيضا هنا السيد إبراهيم جرادة يقول أيضا: وين ماشيين بينا؟
نهائي تقبله الناس المرهقة، غير أن الوضع الراهن يحمل تناقضاته وألغامه وأوجاعه وعوجاجه، والتي ستجعل من ليبيا دولة مهددة فاشلة ضعيفة ولمدة طويلة. أما الآن فإلى شأن دولي، حيث نتابع ونقرأ في صحيفة الحياة: حفتر يلوح بنقل الحرب إلى الجزائر. هنا تحت هذا العنوان أفادت مصادر دبلوماسية من الجزائر بأن وزارة الخارجية سترسل عبر السلك الدبلوماسي مذكرة احتجاج إثر تصريح أدلى به خليفة حفتر الذي لوح فيه بنقل الحرب إلى الداخل الجزائري، حيث وصفت المصادر الدبلوماسية هذا التصريح بأنه يقوض المسار الذي انتهجته الجزائر في الحوار مع الأشقاء في ليبيا ومبادئ حسن الجوار. قالت صحيفة الحياة بأن حفتر قال في وقت الحرب لا نسمح لأحد بأن يقترب من بلدنا، يعني أن الجزائريين لما وجدوا فرصة بعدما حاولوا قدر الإمكان دخول وممكن أن تسمعوا بهم. تبع حفتر قوله: أرسلت اللواء عبد الكريم إلى الجزائر على أساس أن هذا العمل ليس عمل إخوة، قلنا لهم أنتم تستغلون وقت الحرب في هذه الحالة، يمكننا تحويل الحرب من جهة إلى جهة خلال لحظات. نقل حفتر عن جهة رسمية جزائرية تأكدها أن هذا العمل فردي، بالتالي اعتبروا الموضوع منتهيا في غضون أسبوع. لم يضع حفتر تاريخ الواقعة أو ظروفها، لكن تلويحه بنقل الحرب إلى داخل الجزائري أثار استياء كبيرا وتعليقات في وسائل الإعلام، في حين قال دبلوماسي للحياة أن تصريح حفتر جانب ما بين البلدين من أواصر أخوة، ولم تصدر وزارة الخارجية الجزائرية أي تعليق رسمي أو بيان بهذا الخصوص. نطالع في العربي الجديد: واشنطن تتوعد الجنائية الدولية بعقوبات صارمة، وذلك بسبب جرائم حرب لأمريكيين في أفغانستان. إلى صحيفة العرب حيث نتابع هناك: موسكو تتهم واشنطن بقصف منطقة دير الزور بقنابل فسفورية. إلى الدوتشي فيلا حيث عنونت: احتجاجات في ألمانيا على صلاحيات مقترحة للشرطة لمكافحة الإرهاب. كما عنونت القدس العربي: إغلاق محطة قطارات في لندن وذلك بعد العثور على سيارة مريبة. العربي 21 نطالع: مفاجأة طبية، فحص مخبري بسيط يكشف أي خلل في القلب. تحت هذا العنوان نشر مارتن هيل وإيف سيمونز تقريرا يتحدثان فيه عن فحص جديد للدم يمكنه الكشف مبكرا عن أمراض القلب، فإن الفحص الجديد سيسهل علاج أمراض القلب في مراحلها الأولى قبل أن تتطور وتتفاقم، ومن ثم إنقاذ حياة الكثير من المرضى. وتبلغ تكلفة هذا الفحص نحو 20 دولارا فقط، وقد أظهرت الدراسة أنه دقيق بنسبة وصلت إلى 98%، كما أنه يمكن الحصول على النتائج خلال 3 أيام فقط، ويتم فحص البروتين في الدم المسؤول عن تنظيم ضغط الدم والسوائل المحيطة بالقلب. يقول الباحثان أنه عندما تضعف عضلة القلب فإن الدم يفرز كميات كبيرة من البروتينات، وهو ما يكون مؤشرا على وجود خلل ما في وظائف القلب، مشيرا إلى أن هذا الفحص الجديد كفيل بإنقاذ حياة الكثيرين، إذ أنهم لا يحتاجون للانتظار حتى رؤية اختصاصي لمعرفة نتائج الفحص، بل أن باستطاعة طبيب العائلة القيام بهذه المهمة. ولا تستغرق مدة فحص الدم أكثر من 15 دقيقة، بينما في الوقت الحالي يتم التعرف على أعراض فشل عمل القلب من خلال معاناة المريض من صعوبة في التنفس والتعب وانتفاخ الأرجل. يستهدف هذا الفحص الجديد مشاكل فشل القلب التي تشكل ما قيمته 70% من نفقات الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا. وعادة ما تتطور الجلطات القلبية التي تحدث كل دقيقة في بريطانيا إلى فشل في القلب، لأن توقف تدفق الدم قد يزيد من الضغوط على عضلة القلب. الآن مشاهدينا إليكم رسوم الكاريكاتير.
مشاهدينا نقطة الختام في بانوراما الصحافة، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.